السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اول حلقه من لا سيغي اللي غنبداو انا وفهد فغلومي. كيف ما كنعودوكم دائما كنجيب لكم شي حاجه جديده، ومعايا اليوم اخر ما كاين في لا سيغي جي ال سي من مرسيدس. موتور ديال 4 سيلندر، حاجه كتفاجئ اي واحد كيعرف مزيان في لا مرسيدس، لان كنعرفوا في لا مرسيدس السوفي كتفوت سيري 250 توصل 270 320 350، هنا كتولي في الموتور ديال 6 سيلندر. مرسيدس كتعتمد على واحد سيستم اسمه داون سايزين. هاد داون سايزين كتكلف بزاف انها كتصغر الحجم ديال المحرك، كتهبطو 2.0، كتعتمد على 4 سيلندر، وفي نفس الوقت كتعطيك اون بيسونس اللي هي كبيره بزاف. هذا هو اللي كتشوفوا معايا في مرسيدس اللي كاينه دابا GLC 300D الفيس ليفت. GLC 300D كما كتكتشفوا معايا هي الخليفه ديال GLC 250D اللي بدات في 2014 ووقفات في 2018. من مور 2018 بانت هاد لا جينيراسيون جديده اللي اعتمدت على نفس الشاسي، نفس كل شيء ابار بعض الحاجات اللي هما قلالين خارجيا وداخليا. اللي غتكتشفوا معايا اول حاجه خارجيا لي فار، البار شوك ولا كالوندغ اللي كتشوفوها فيها سيستم بحال لا ديامون، عطاوها ان سيستم اللي هو اغريسيف وعطاوها واحد المنظر اللي هو يخوف. بحال اللي كنعرفوا ان في لي بي ام عندهم واحد المنظر اللي هو كتبان لك طوموبيل معصبة، هكذا لا مرسيدس تبعت لو ميم سيستم. اكثر حاجه كتميز الفيس ليفت ان فيها لي ليد فلي فار كاملين لا القدام ولا اللور، وكتعتمد على ان اكليراج كيكون قوي اكثر من الاول. وكيف ما كتشوفوا معايا اللور لا ميم شوز، لي ليد مما في اي فار شفتي فيه كتشوف الحس ديال ليد كيف كاين. كما كنعرفوا السيستم ديالها كاتخماتيك ما تبدلش. اللوغو ديال جي ال سي كيف ما هو 300 دي لا ميم شوز، والديفيوزور اللوري، ومالوغوزمون لي زيشابمون اللي هما فيك مزورين. السلام عليكم، مرحبا بكم في الانتيريو ديال الجي ال سي 2020. دونك دابا غادي نمشيو نتواجهوا مباشره نشوفوا نكتشفوا اخر ما كاين في الهايكتيك ديال جي ال سي. اول حاجه نتكلموا عليها هي الستاسيون ديالها، يعني في الهايكتيك. دونك اهم حاجه فيها اللي حاجه مميزه بزاف هي ان في الستاسيون ديالها كتوقف بلاصتك بلاصه غاسه، وساك تكون ماشي في لوتوت مسافه الطريق وخرجت من اللينيه ديالها كتكلاكسوني لغاسه وكتعلمك اي حاجه. واحد الميزه زوينه كذلك اللي كتجي فيها ديال داخل في التقنيه ديال الهايكتيك، بحال سبيل المثال فيها كيجي فيها لا سوري برونشي معاه هنايا، وكيف فيها ليكرا تاكتيل. طبيعه الحال يمكننا اننا نتوجهوا اي حاجه بغينا، مثلا بغينا نبرونشي التليفون ديالنا ولا اي حاجه، كذلك انها فيها تاكتيل يمكننا نتوجهوا فيها لاي حاجه بغينا كما كتشوفوا معايا. دونك هاد الميزات اللي هما مهمين بزاف وداخلين في الهايكتيك وجات بهم جي ال سي 2020. وطبيعه الحال كما كنعرفوا جات لا سوري فيها حتى في الضمان ديالها اللي كتحكم ليلا من هنايا. ليكران ديالها جات هاد المره هادي ب 10 بوص. في واحد الميزه اخرى اللي هما مهمين بزاف خلينا نذكرهم حتى هما اللي داخلين في المسائل ديال الهايكتيك. والميزه اللي قلت لكم هي ان جات لا بوزيسيون ديال الكراسي ديالها، الميموار اللي كتجي فيها هي واحد وجوج وثلاثه. فيها الكراسه ديالها اوتوماتيك كما كتشوفوا معايا هنايا، فيها بزاف ديال يقدروا ان نتحكموا بها مجرد من هنايا. بطبيعه الحال فيها السخانه ديال الكراسه، فيها كتجي ثلاثه ديال الدرجات، الدرجه الاولانيه اللي هي عاديه متوسطه والدرجه اللي هي عاليه. والحاجه اللي هي مهمه بزاف اللي بغيت نذكركم فيها وهي اللي باف ديالها كيجيو بها البوستين ديال 3 دي. وحاجه اخرى اللي هي زوينه بزاف لانها كتجي بالكلياج ديالها لومبيوت اللي فيها 64 لون. واحد الميزه اخرى اللي هي واعره بزاف وكنظن اي صيه كتمنى تكون فيها الميزه هذه هي اونتون سيلوفمون، اللي مثلا جات شي كروبه بغات تزك الطوموبيل ديالك فهي كتفاني بربعه ما كتخليهاش تزعزع نهائيا، وما طبيعه الحال ما هديهاش الكروبه. خاي غامي واحد الحاجه اللي اكتشفت لي عجيبه بزاف صراحه. الله اول حاجه ملي جلست الطوموبيله كنلقاها مرتاحه بزاف، يعني الراحه كتحس بالراحه في الكراسه ديالها الصراحه. هذه الميزه اللي كاينه في مرسيدس، مرسيدس كتخلي اي كليان ديالك يحس انه من اهم الناس اللي كاينين.
كتعطيك لو كونفور توتال بواحد الثمن اللي هو ناقص ابتداء من كلاس ا وانت ماشي. اي واحد كيركب طومبيل مرسيدس كيحس انها كبيره بزاف وواحد الراحه اللي ما كتوصفش. انا عامره بديك الهايتك ديالها اللي الهايتك دائما مرسيدس كتكون من لي مارك اللي باقي اخر ما كاين في الهايتك. تعودت علينا في هاد الامور هذه كامله وما يمكنش ما تعودت علينا حتى في الكراسي ديالها اللي هنا هضرنا عليهم. مرتاحين بزاف المرسيدس كتهتم بالموتوريزاسيون كما كنعرفوا القوه والمتانه ولا دورابيليتي ديال الموتور لانه كيدوم لواحد الوقت طويل والقوه كتهتم بالهاي تك اللي كاين وكتهتم بالراحه وكتهتم بالسيكوريتي والامان ديال الناس اللي كيسوقوا. طبعا بحال الديزاين ديالها بكلشي ديالها حتى الاماكن اللي موضعين فيها بعض لي زوبسيون اللي هما التكنولوجي اللي هما اماكن اللي بحال مثلا ديال الكراسا وديال السخونيه الى اخره. كما كتشوف معايا الديزاين ديالها خرافي من ناحيه ديال الطابل دبور كيف ما كتشوف معايا ليكليغاج الالوان تلعب بالالوان كتعطيهم لك بواحد الطريقه خرافيه الاشكال ديال السماعات ديال لي بافلي كتشوف معايا كتعطيهم لك بواحد الطريقه خرافيه ودائما كتكتشف ماركه جديده وكتجيب ماركه جديدة. دائما كتعطيك الافضل لا من ناحيه ديال الكليماتيزاسيون ديال التبريد اللي هو بيزون كيف ما كنعرفوا لا من ناحيه ديال راحه الكراسة لا من ناحيه ديال الصوت ابار السوغان اي حاجه اللي بغيت نسقسك عليها بالضبط هي الميزه ديال الصوت لي باف ديالها اليوم الباص ديالهم جاو خاطر بزاف. كما قلت الناس طبعا اللي كيتفرجوا فينا انك تجيب ديال 3 دي خوضي كيف ما كنقول لك الميزه ديال مرسيدس ما كتخليش ان الكليان اللي كيشري واحد الموديل انه كتخليه يحس راسو انه اقل من الناس اللي شاريين الموديل غالي عليه. كتحاول ما امكن تعطيك لا كاليتي يعني هاد السماعات ولا هاد لي باف كيف ما كنقولوا ديال بيرستين كاينين في مرسيدس جي ال سي وكاينين في السي وكاين في جي ال او وكاينين نيت في الكلاس اس نفس الماركه يعني كتخليك انك تحس انك راكب في شي حاجه اللي هي غاليه ناهيك عن الثمن ديال مرسيدس لانه ثمن غالي. كل ما كتخلص واحد الثمن وكتعطي واحد القيمه اللي هي كبيره كل ما كتاخذ واحد الحاجه اللي هي اكثر والمرسيدس غنيه عن التعريف من هذه الناحيه هذه دائما كتعطيك اخر ما كاين. بطبيعه الحال تعرفنا على كل شيء لي ديتاي كاملين لي بوان صغارين وكمان على هذه السياره جي ال سي 2020 دونك دابا غادي نوداكم شي فحالاتي ولكن ما يمشيش معايا رامي اخليكم معاه باش تعيشوا معاه التجربه ديال تيست دريف اللي هو خاطر فيها الصراحه سبيسيال فيها دونك خليكم معاه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم معايا. اخوان عدنا اليكم من جديد مرحبا بكم معنا في التيست درايف ديال هاد مونستر صراحه رجع في حد ديزل في ليسونس اللي كتسمع الديزل في 254 الخيل ومزيرون 100 في 6 سكوند فاصلة 6 بلس فيها لونج كونترول هنا الهضره كتسال بالنسبه للكونفور ديال مرسيدس ما احتاجش نهضروا عليه لان اي واحد عنده مرسيدس ولا اي واحد ركب في مرسيدس مرسيدس على مر العصور والزمن كتحافظ على الكونفور ديالها اللي هو الراحه والامان والطوب ما كاين في لا سيكوريتي. حنا دابا حنا ماشيين في الفيراج دايرين في الفيراج كاع ما حاسينش راسنا اننا دايرين لا فوتور ستوب. هنا لو اس بي كيلعب واحد الدور مزيان مع لي زامورتيسور كيعطيوك واحد الراحه وواحد لا ستابيليتي حتى في الميلان ديال الطوموبيل واخا تدور او لا تفراني ولا شي حاجه ما كتحسش بهذيك الصدمه او لو شوك في الساعه ديال الفيراج او في الساعه ديال الفريناج ملي كتبغي توقف يعني بواحد الشكل اللي هو قوي. بالنسبه للموتوريزاسيون ديالها كيف ما كتشوفوا حنا طالعين في العقبه لا فوتور كتسنى كيتاكسيليغي كتبدل لي بيدال كتبدل سور بلاس ما كتاخذش واحد الوقت اللي هو كبير. وهنا كيف ما قلت لكم نرجعوا للهضره الاوليه كيفاش الديزل قرب ليسونس اترافير لي توربو اللي فيها. نورمالمون هادي توربو اللي كانت جي ال سي قبل منها كانت بي توربو كانت جي ال سي 250 وهذه اللي معنا حاليا 300 دي نسخة 300 دي بالضبط. 300 دي هي عصارة ديال الخدمة اللي بدات من 2014 حتى 2020 في الموديل ديال جي ال سي لان المرسيدس خرجت الموديل ديال جي ال سي 250 وكيف ما كتعرفوا الموديل ما خدمش ماشي ما خدمش بزاف الناس شافوا فيه بعض المشاكل شافوا فيه بعض لي ديفو وفعلا مرسيدس استقبلت داكشي بصدر رحب وحاولت تبدل بزاف د الحاجات اللي كاينين في لا فواتور او في السياره اللي الناس شراو منا القوه منا السرعه منا الدقه منا الراحه منا التكنولوجي اللي زادوا فيها بزاف كيف ما شفتوا مع فهد اخر ما كاين في التكنولوجي. حاليا كيف ما كتشوف مرسيدس كتقدر تهضر معاه بكل سهوله تعمل لك اللي بغيتي
مثلا نقولوا لها اي مرسيدس que souhaitez-vous faire il fait chaud pas de connexion internet normalement هنا رديتو ان السياره فيها واحد الذكاء عالي انها كتقدر تجاوب معك اول حاجه وتلبي لك الطلب ديالك ولكن في نفس الوقت هي باش جاوبتنا على حسب اللغه اللي حنا مختارين اللي هي الفرنسيه قالت لك ما كاينش اتصال بالانترنت يعني الا كان اتصال بالانترنت غتلبي لك اي حاجه بغيتي واتصال بالانترنت كيجي عن طريق بارطاج ديال الواي فاي ولا اي حاجه من هذا الشكل هذا ندوزو الشاشه اللي عندنا سنترال كيف ما كتشوفوا يمكن لك تحكم فيها يا تاكتيل يا بهاد لا سوغي اللي عندنا سمارت كتقدر غير بلمسه تبدل اللي بغيتي وبلمسه تزول اللي بغيتي وتاكتيفي داكشي كيف ما بغيتي وهادو من المميزات كبار اللي كاينين في المرسيدس حاليا وكيف ما كنعرفوا ان المرسيدس ملكه الشاشات العملاقه اللي دابا غندوزو لواحد الحاجه اللي هي اهم كيفكروا فيها الناس بزاف كيقول لك كيفاش جي ال سي 300 دي الضريبه ديال المرسيدس 300 ما كتكونش بحال ديال 250 او 220 نطمنكم ان مرسيدس اعتمدت على موتور ديال 4 دي سيلاندر يعني 4 اسطوانات اللي الضريبه ديالو في العام غتكون 1500 درهم اذا ما كاين حتى شي تغيير ما كاين حتى شي تبديل اللي هو جذري اول حاجه ثاني حاجه بالنسبه للكونسوماسيون ديالها يعني السياره شحال يمكن لها تاكل الوقود ولا شحال كتحتاج الوقود المسائل ديالها عاديه كونسوماسيون ديالها عاديه شنو كيختلف على حسب وضعيه القياده اللي عامل يعني لي مود كوندويت اللي عامل على حسب وضعيه القياده يعني سبور ولا كونفور ولا ايكونومي ولا اي حاجه هي اللي كتحكم وبزاف المرات كنقول لكم الطوموبيل فعلا تقدر تكون عندها يعني واحد كونسوماسيون ديال الوقود اللي هي كبيره ولكن في نفس الوقت كيكون اللي كيتحكم فيك هو الاكسيليراسيون ديالك هو كيفاش كتسوق هو كيفاش واش كتبدل الفيتاس ديالك بالزربه واش يعني السياره كتعامل معها بواحد اللطف واش كتركب وكتكسيري بواحد الشكل اللي هو قوي وعنيف يعني هذا كامله عوامل كتلعب في كونسوماسيون ديال الطوموبيل ديالك وكتلعب في كتكون عامل كيلعب واحد الدور كبير في بزاف الحاجات منهم لي بلاكيت لي ديسك ديال الطوموبيل ديالك اللي كيتسالاو دغيا كتبقى تقول لي بلاكيت مشاو لي دغيا لي ديسك ما كيصبروا لي شي دغيا وهذا عامل بانك كتجي وكتكسيري بواحد الشكل اللي هو قوي وتفراني بواحد الشكل اللي هو قوي بطبيعه الحال اي حاجه ما غدوز لك شي وقت كبير منهم الاطارات اللي هما الروايد غيمشيو لك واحد السرعه اللي كبيره هنايا خصكم دائما تعملوا في بال ديالكم ان كونسوماسيون اولا شحال كتاخذ السياره ديال الوقود هي انك انت اللي مسؤول عليها شخصيا ما مسؤول عليها حتى شي واحد يعني كتكون معروفه ان السياره قويه فيها موتور كبير ولكن المتحكم فيها بشكل ديال 80% 70% هو الطريقه ديال القياده ديالك هي اللي يمكن لك تتحكم في كل شيء وبهذا الشيء هذا نكونوا سالينا ونقدر نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في حلقه جديده مع وحش جديد اخر ان شاء الله باذن الله.